تعالى اقول لك على جديد موضوع اتحاد قبائل العرجاني، لان ده ما ملوش علاقه لا بسينا ولا باتحاد القبائل العربيه. القبائل العربيه مش هتجيب سرسري تخليه على راسها، والقبائل السنويه وطنيين اشراف مش هيجيبوا تاجر مخدرات يخلوه وجهه ليهم. بالمناسبه في صوره كده لو تجيبوها لنا يا جماعه، حاططها الولا عصام ابن العرجاني، بيقول لك بالكفاح والمثابره، وانتشر النهارده على السوشيال ميديا. فعلا يا ابني انت عانيت انت وابوك تجاره مخدرات وتجاره ذهب وتجاره حاجات ممنوعه اكتر وعماله وخيانه. لا يا ابني ده انت بتتعب انت وابوك بجد. ايه ده الواد بيتعب جدا. قال لك النجاح والمثابره والمش عارف ايه. النهارده ناس قاعده بتتفرج على التلفزيون، قطع التلفزيون ارساله فجاه وقال لك بيان صدر عن اتحاد القبائل العربيه. انت متخيل؟ وقال لك بقى اتحاد القبائل العربيه بيحذر من اجتياح رفح. اللي احنا ما عندناش جيش ولا ايه؟ ما عندناش متحدث عسكري ولا ايه؟ بص الصوره قدامك اهي مكتوب عليها ايه بقى؟ الاصرار والاجتهاد اول طريق النجاح. عصام العرجاني انا معاك يا عصام فعلا يا صاصه. الخيانه والمخدرات يا حبيبي فعلا، البانجو والحشيش لما شولح يشغلك علشان تحفظ حدوده فعلا ده اول طريق النجاح. برافو عليك وعلى ابوك، برافو عليك وعلى ابوك يا عصام يا عرجاني. انا كابتن طيار عصام العرجاني. النهارده بقول لك الارسال وقف وطلعوا بيان من مش المجلس العسكري، لساني بيقول حاجات غريبه قوي، من اتحاد القبائل بيقول لك بنحذر من اجتياح رفح. هو فين يا جماعه المتحدث العسكري باسم الجيش المصري؟ فين السيد الفريق اسامه عسكر رئيس اركان الجيش المصري؟ فين السيد الفريق محمد فوزي وزير دفاع الجيش المصري؟ في ميليشيا بتتكلم باسمكم، ميليشيا مسلحة بتقول أو بيقول المتحدث بتاعهم أو صحفي في مصر اسمه مصطفى بكري إنهم تابعين للجيش المصري، وده طبعا وفقا للقوانين والدستور المصري ده مخالف للقانون والدستور. أين أنتم؟ حدش فيكم بيتكلم ليه؟ محتاجين نسمع. البلد دي فيها جيش وفيها وزير دفاع على فكرة، والجيش ده ليه متحدث رسمي. محتاجين نسمع من حضراتكم، ولا يعني خير حضراتكم بعافية ولا في حاجة؟ احنا قدام مخرجات 30 يونيو، دي لمؤاخذة المخرجات، الاخراج اللي حصل من 30 يونيو جاب لنا نخنوخ والسيسي والعرجاني والاشكال دي كلها. حمدين صباحي طلع اتكلم. انا هجيب لك بقى كذا حد عشان ما تقولش ان ده توجهي انا. طبعا ده توجهي انا ان ارفض العرجاني وارفض اي قبلية مسلحة وارفض اي كيان مسلح خارج عن الدولة المصرية وعن الدستور وعن القوانين المصرية. طبعا حمدين صباحي كمان بيقول لك، هو بيعبر عن رفضه لتأسيس اتحاد العرجاني اهو، كتب على منصة اكس على حسابه بيقول بيان التيار الناصري الموحد حول تأسيس اتحاد القبائل العربية يعلن التيار الناصري الموحد رفض تأسيس أي كيان على أساس عرقي أو قبلي أو طائفي، وهي نفسها المعايير التي تنطبق على إعلام ما يسمى اتحاد القبائل العربية الذي أعلن عن تأسيسه وسط مظاهر احتفالية أقرب إلى الرسمية. ويؤكد التيار الناصري أن تأسيس كيان سياسي على أساس عرقي أو قبلي أو طائفي حتى وإن تدثر بغطاء جمعية أهلية مؤسسة طبقا لقانون وزارة التضامن الاجتماعي كما يدعي مؤسسيه، فإنها تعارض مع أسس ومقومات الدولة الوطنية القومية وسلامتها ووحدتها أرضا وشعبا، ويهدد تماسكها وتلاحمها ونسيجها الوطني، وهو في ذات الوقت يتعارض مع الدستور المصري الذي ورد نصا في مادته رقم 74 للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية باختيار ينظمه القانون، ولا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية على أساس ديني أو بناء على التفرقة بين الجنس والأصل أو على أساس طائفي أو جغرافي أو ممارسة نشاط معادي لمبادئ الديمقراطية أو سري أو ذي طابع عسكري أو شبه عسكري، ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائي. طيب حساب على منصة إكس بيؤيد حركة حمدين صباحي وبيطالب بنشر رفض الفكر. يعني عندنا هو الحساب اللي قدامنا، صوفيا بتقول بغض النظر عن التيار الناصري الموحد واللي منه، وبغض النظر عن حمدين صباحي، بس كل كلمة في البيان ده سليمة ومنطقية، وواضح ان الفترة اللي جاية هيبقى مناطحين للبلبيسي، ويا رب الحركة دي تكون سبب نهايته.
طيب ده حصل بالفعل ان انتهاك للدستور، انتهاك لقواعد الدولة المدنية الحديثة، فالناس بتتكلم. حتى عماد جاد يا جماعة، عماد جاد وهو برلماني ويعني راجل قانون وسياسة، اتكلم وكتب على حسابه على فيسبوك وقال: تشكيل ما يسمى اتحاد القبائل العربية يمثل خطوة خطيرة للغاية، لأنه يقوم على أساس عرفي يضم كل ذوي الأصل العربي الذين وفدوا إلى مصر بعد 642 عام ميلادي، بعد 642 ميلاديا، وهو أمر ينبغي أن يواجه بالرفض من قبل المصريين الأصلاء الأقباط من المسلمين ومسيحيين يتمسكون بهويتهم المصرية. صمت إزاء مثل هذه التشكيلات العنصرية أو العرقية يساعد في العملية المنظمة الرامية إلى تدمير الهوية المصرية التي مثلت فجر ضمير العالم، ويجري تدريس حضارتها في كبرى جامعات العالم الإيجيبتولوجي. ورغم ذلك هناك من يفاخر بأصوله غير المصرية وتصدر المشهد فيما يسمى الجمهورية الجديدة، حزين على ما وصل إليه حال درة الشرق، بغض النظر عن الكلام الطائفي والعرب وغير العرب. بس أنت اللي فتحت الباب ده، قابل. أنت بقى اللي قلت عربي وقبطي وأصله أمازيغي وأصله نوبي وأصله أفريقي وأصله كردي وأصله أرمني يلا افتح الباب بقى، ده الباب اللي انت بتفتحه، باب الفتنة في البلد. علشان كده بقول لحضرتك اللي بيحصل في البلد مش اعتباطا ولا أخطاء، اللي بيحصل في البلد مقصود، القصد منه انك تفتت البلد دي ووحدتها ووحدة شعبها. طيب نروح لحساب على تويتر برضو بيأكد، بيقول ان رفض حمدين صباحي وعماد جاد لفكرة القبائل هي حرب تكسير عظام داخل النظام في مصر. ده اللي كتبه الحساب اللي قدامنا منير الخطير، بيقول لما عماد جاد وبعده حمدين صباحي يطلعوا يرفضوا اتحاد القبائل العربية بقيادة ابراهيم العرجاني، يبقى كده في جناح في الدولة ضد هذا الكيان الجديد. ده رأيي، عايز تاخد بيه خد، مش عايز وشايفني بأفورة اركن كلامي، وقدام هتلاقيه صح بإذن الله. الأيام القادمة ستكون حرب تكسير عظام. أنا متفق مع الكلام، في جزء من الدولة حتى جزء من النظام، الشعب المصري يرفض التمييز ويرفض الميليشيات المسلحة، في جزء من النظام رافض ده، لأن ده انتهاك للدولة المدنية، انتهاك للدستور، انتهاك لحرية لأمن الوطن، بيفتح أبواب الفتنة ما بين الكل. حزب التحالف الشعبي الاشتراكي يرفض انشاء اتحاد القبائل العربيه ويحذر منه. اهو عندك حزب، اهو حزب التحالف الشعبي الاشتراكي نرفض ما يسمى اتحاد القبائل العربيه، فهو انتهاك للدستور والقانون وتهديد للامن القومي. مين كمان؟ المحامي الجنائي الدولي ناصر امين بيرفض وبيتكلم وبيستدعي وزير الدفاع. اهو ناصر أمين بيقول: أعتقد أن وزير الدفاع شخصيا والمجلس الأعلى للقوات المسلحة ملزمون أمام الشعب بإصدار بيان عاجل وفوري لتأكيد أو نفي هذه الجريمة. القوات المسلحة ملك الشعب ومنشأة بقانون وفقا للدستور، ولا يجوز لأي مؤسسة أن يؤسس ميليشيا مسلحة غير منصوص عليها بالقوانين المنشأة والحاكمة للقوات المسلحة. كاتب أنور الهواري: تعال شوف معايا حركة رفض لاتحاد قبائل العرجاني، انت جايب لي شمام ورد سجون، وجايب لي واحد عليه احكام وتاجر مخدرات، وبتلمعه لمصالحك الشخصيه عشان بتعمل بيه سبوبه. انا كدوله بعيد عن مهاترات وصبيانيه عبد الفتاح السيسي اللي ما ينفعش لا يمسك دوله ولا يمسك وحده محليه. انور الهواري بيقول لك ايه؟ بيقول لك: المصريون قلقون قلقا شديدا على مستقبل بلدهم بعد التصريحات الغريبة المريبة عن اعتبار كيان غامض فصيلة من القوات المسلحة. الشعب هو مالك القوات المسلحة، ومن حقه أن يسمع بيانا رسميا يضع الأمور في نصابها الصحيح. خبير الاقتصادي أحمد النجار دخل على الخط وبيتكلم وبيكتب هو كمان، وبيعبر عن قلقه ورفضه. أحمد سيد النجار بيقول: ما يسمى اتحاد القبائل العربية كارثة حقيقية وعمل يمزق وحدة الأمة وينحدر بها لمرحلة ما قبل الدولة. الدولة الحقيقية هي مرجعية مواطنيها الوحيدة وليس التكوينات الاجتماعية الأدنى، العائلة، القبيلة، العشيرة، التي من المفترض أن تنصهر في أي دولة. الأشراف الحقيقيون في هذا البلد هم المصريون، والشرف الحقيقي هو الانتماء لهذه الأمة العظيمة بجذورها المصرية القديمة التي تشمل الغالبية الساحقة الكاسحة
من المصريين الذين اكتسبوا اللغة العربية وصاروا قلب وقيادة الإقليم العربي. سفير فوزي العشماوي، يعني على كل الأصعدة هتلاقي ناس رافضين ده. فوزي العشماوي بيكتب وبيقول: للأسف الشديد كل ما يحدث يجعل من أي إصلاح أو تغيير تدريجي أمر مستحيل، ويترك مجال فقط للتغيير الجذري المرعب المخيف الذي لا يمكن أبدا التنبؤ بمداه وكلفته وضحاياه. روح على منصة إكس تعليقات حضراتكم الرافضة للاتحاد قبائل العرجاني ومرتابة منه. محمد بيقول: لكي تدركوا فداحة هذا الأمر، تخيلوا فقط لو وضعت جماعة الإخوان المسلمين شعارها على علم مصر بهذه الطريقة، ماذا سيكون رد فعل الدولة والشعب المصري على هذا الأمر؟ كيف يحدث هذا وما هذه الثقة في إبراهيم العرجاني وميليشياته المسلحة؟ شوف تدوينة أخرى على منصة إكس معانا سريعا يا جماعة لو سمحتوا. محمود دياب رفع أو حط نفس صورة العلم المنتهكة باتحاد قبائل سينا ده بشعارها، بيقول: في رأيي أخطر حاجة اتعملت في مصر فترة الأخيرة وتهدد وحدة مصر هو إنشاء ما يسمى باتحاد القبائل العربية، ولنا فيما حدث في السودان عبرة لدرجة أنه تم تقسيم علم مصر. تعليق اللي بعد كده معانا اللمار بتقول: علم مصر بقى إلا تلت، ومصر إلا جزيرتين ونيل وأثار وحقول غاز ومناجم ذهب وثروات لا تقدر بتمن. منح أراضي مصر لكل من هب ودب إلى أن تنتهي رحلة الخراب بكوارث لا يعلم مداها إلا الله. ده كله تعليق على العلم اللي بيقتطع من علم مصر علشان يبرز اتحاد أو شارة لاتحاد قبائل سيناء أيا كان الاتحاد ده أو أيا كان معناه. على الجانب الآخر في بعض الناس بتقولك ده احنا زي الفل ودي حاجة ضرورية وحاجة في مصلحة مصر. زي مين مثلا؟ أمين سر تشريعية النواب بيقولك: وجود القبائل العربية داخل إطار وطني واحد يعزز من مواجهة مصر لتحدياتها المختلفة. أي طيب، هو وجود أهلنا احنا عرب، قبيلي عربي أنا مش هندي، وجودنا في الدولة المصرية ما هو ده قمة الانصهار، إن أنا مصري أصلي عربي أمازيغي كردي أفريقي نوبي، أنا مصري مصري وخلاص أصلي لنفسي، إنما أعمله اتحاد بقى وأنزل وخلاص أعمل اتحاد النوبيين واتحاد الأمازيغ واتحاد الأكراد واتحاد الأرمن، بوظ لي البلد. فاشكل لي ميزة كانت موجودة عندي من زمان، إن هي إيه؟ إن الكل بينصهر ونبقى مصريين، إحنا مش زي غيرنا في دول تانية عنده مشاكل العرق، احنا ما عندناش ده، ولا مشاكل العرق ولا اللون ولا الدين، وعن دنيتنا زي الفل. فجاي نظام، عشان كده بقول لك ده مش اعتباطا، ده مقصود، جاي نظام يستحدث مشاكل في المجتمع عشان يفتته. الصحافة الإسرائيلية، خد بال حضرتك معايا، تهتم بموضوع اتحاد القبائل وبتقول انه جاء لتعمير سيناء. الصحافة الإسرائيلية I-24 بتقول لك: من هو إبراهيم العرجاني الذي تم تعيينه رئيس الاتحاد القبائل في سيناء؟ وبيكتبوا يا سيدي الفاضل عن إن الاتحاد ده هو اللي جاي ينمي سيناء. الصحافة الإسرائيلية تشيد بإبراهيم العرجاني. أظن أنت تعرف مين إبراهيم العرجاني. ليه إبراهيم المناعي يموت في غزة بعد ما يتقتل أهله وتتحرق بيوته ويعتقل الناس من أهله ويضطر يهرب لغزة، وإبراهيم العرجاني بيتم الحفاوة بيه في الإعلام الإسرائيلي؟ يا ترى ده يشكل خطر؟ أي نعم بيلمعوا دلوقتي ويطلع لك بقى بيان من القبائل العربية إن إبراهيم العرجاني بيحذر وإحنا مش عايزين اجتياح لرفح. هو أنت عايز يجيب لك واحد يقول على نفسه خاين؟ ما هو لازم يلمعه، لازم ياخد أدوار، هي كده صناعة الرمز بتبقى كده. إنما الإعلام الإسرائيلي بيشيد بيه وبيشيد إنه جاي يعمر سينا على أساس إن سينا بتهم إسرائيل إنها تبقى متعمرة للمصريين. نشغله ونفكر هنلاقي الدنيا واضحة والدنيا زي الفل.